بسم الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم أجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تبرك الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله والعاديات ضبحا الموريات قدحا المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم تسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خير لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة يا الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف
الحريش إيلافها رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون لا يمنعون الماءون. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز بين حلاله وحرامه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجاء
بلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فضاده إلى جوارك وارجعنا ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم اجعل عمله صالحا مرضيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون أعداءك. اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عن بلادنا كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفق شبابنا وشباب المسلمين أجمعين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم للصالحات. اللهم اصرف عنهم بولاء السوء الذين يصيدون في الماء العكر. اللهم وفقهم اللهم وفق أبناءنا وبناتنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا لما تحبه وترضاه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وابلغ الدعم عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدرس. اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجمادل والتراب وحدنا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور وجعلهم بالاحسان والاحسان. وجازهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودعا. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إلى غلبت الأبواب ويا رجانا إلى انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا شهر رمضان من ذلك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وقيامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان آلاء أعوام مديدة وأزمنة جديدة واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة ويقال لهم فلا يشركوا بهم وما صرفتم في الأيام الخالية. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا ولا تجعل فينا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع الشريف بهذا الجمع الكثير بهذه الساحة الطيبة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دعما إلا ضليته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفرج يا كاسي العظام لحما بعد الموت تقبل منا أعمالنا ولا تخزنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا يا
وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا خطبة كرامك ونحن بطولانا بطولانك فلا تبعدنا عن جنابك إلى بعدتنا إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بقلب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. وصل لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جزى الله القارئ خير الجزاء وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال. والله نسأل التوفيق والسداد وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقبل أن نودعك أيها الأخ الكريم، نحب أن نذكرك ونذكر أنفسنا بأن تلاوة القرآن الكريم ليست مقصورة على شهر رمضان المبارك، بل يجب على المسلم مدارسة كتاب الله في كل أوقاته. فاحرص أخي أن يكون لك وردا يوميا منه، ونقترح عليك قراءة جزء واحد في اليوم الواحد منه لتتمكن من ختمه مرة في الشهر، على أن يكون رقم الجزء مطابقا لليوم. مثال ذلك أن تقرأ الجزء الخامس في اليوم الخامس من الشهر، والجزء السابع عشر في اليوم السابع عشر من الشهر، وهكذا. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لفعل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسهيلات التقوى الإسلامية الرياض.